هذه الآية نزلت في خويلة بنت ثعلبة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا يعني زوجها كان رجل كبير ضجر، فدخل عليها في يوم من الأيام فراجعته في شيء فغضب، فقال لها أنت علي كظهر أمي، ثم ذهب إلى ناديه مجلس قومه، جلس في مجلس قومه ثم رجع يريدها على نفسها، فقالت لا حتى يحكم الله في وفيك، انظر إلى هذه المرأة الصالحة ما مكنته من نفسها حتى تعلم ما هو حكم الله. فراودها على عن نفسها فغلبته، قالت غلبته بما تغلب المرأة الرجل الضعيف فجعلته تحتي، ثم خرجت وذهبت إلى جارة من جاراتها فأخذت منها ثيابا يعني سترت على نفسها، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه، بعد أن أخبرته القصة، فقال لها يعني مريه فليعتق رقبة، قالت يعني ما عنده، قال لها يصوم 60 يوما، قالت لا يستطيع، قال يطعم 60 مسكينا، فقالت ما عنده شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأعينه بعذق، وقالت هي سأعينه بعذق آخر. المهم أن سبب نزول هذه الآية كان تقوى هذه المرأة ومخافتها من الله سبحانه وتعالى من أن تفعل شيئا حراما، وبهذا السبب وبهذا الفعل منها نزلت هذه الآية، وهي الآن يعني تذكر في القرآن العظيم، ويذكر اسم هذه المرأة في كتب السنة التي تظهر تقواها ومخافتها من الله سبحانه وتعالى.